أتت ماري الجميلة لزيارتك. هكذا يا ماري، كوفي عن المداعبة. إن ماري تبتسم للجميع دائما، ليتني أفهم تصرفات الإناث. حسنا، إنك حلوة جدا يا ماري، حلوة. واحدة لأصل الأوراق. يا فصيح، كيف من فضلك؟ قد يصيب الأذى واحدا منكم. كيف؟ ماذا فعلتم؟ ماذا فعلتما بصدفتي؟ إنها إيرابا. أنا أضعف منكما، أنظر إلي، كيف أنقذتني؟ ما هذا؟ ماري، فصيح ذهب من هناك ومعه جيم، إنهما يتشاجران على شيء، أعتقد أنهما يبحثان عنك. أشعر بالحرج أمام الفتيات الفاتنات، سأصاب بالبرد إذا بقيت هكذا. أتشو. ما تضحك يا عزيزي؟ ليتك تفعل شيئا يقوي من عضلاتك، إنك لا تبدو أنيقا، دع ذلك علي. هنا وهناك، هيا. نعم، هيا استيقظ، انظر إلى صدفتي يا فصيح، لقد فقدت قطعة منها. اذهب وابحث عنها حالا. هيا اذهب حالا. لقد نسياني. حسنا، سنرى من يمسك بالعصا ويعيدها إلي أولا سيكون الفائز. هيا انطلقا. أحسنت، لنجرب ثانية. هيا بنا. حسناً، سنرى الآن من منكم الأسرع. لم يحضر العصا، لكن يبدو أن الفائز هو فصيح.
حسنا يا فصيح، فصيح هو الفائز. هيا حان الوقت أن نحضر الخراف. العصابة بكامل أعضائها قادمة. حسنا، إنني سأوزع عليكم العمل. حسنا، هجوم. فصيح جيم ماري، كفى ولاحق الخراف. أصغيري يا ماري، عليك أن تذهبي إلى عملك وحدك. والآن هيا. لقد نجحت. حسنا ما فعلت، والآن حان دور جيم. رائع يا عزيزي، ولكن لماذا أتيت إلى هنا؟ عزيز انتظر. هذا المكان يبدو مناسبا. يبدو أن السمك موجود بكثرة. كف عن الحراك عندما تراني أصطاد رجاء.
نجحت. لماذا أنتم فقط مهرة في صيد السمك؟ أرجوكم يا أصدقائي دعوني أصطاد سمكة واحدة. لقد نجحت. لقد راودتني فكرة لامعة. هذا البجع سألقنه درسا. ما رأيك الآن؟ أسماك لي، لن أدع أحدا يأخذها. ألم تصطاد شيئا يا بسيط؟ إن الصيد غير مسل، دعنا ننام. استيقظي، لقد اصطدت اخيرا يا عزيزتي، انظري. هاي بسيط، ماذا اصطدت؟ يبدو انني اصطدت فيلا. بسيط، ماذا سنفعل؟ لا تقلقي، نمارس صيد الاسماك حيثما كنا. ماذا اصطدنا الآن؟ لقد نجحت، إنني أمارس لعبتين في وقت واحد. فشلت مرة ثانية، لكنني لن أستسلم.
استيقظي، لقد وصلنا. لا، لماذا لا نعود إلى البيت؟ لن أعود حتى أصطاد سمكة. ما هذه الحفرة؟ لقد اصطدت هيكل سمكة. لماذا لا توجد مياه؟ قد يكون هذا هو الأسلوب الصحيح. ربما تكون محقا. إن الأمر في غاية الغرابة يا عزيزتي. يبدو أن الاصطدت. قد التام. مرحبا، كيف أنتم؟ إنني بخير. هاي بسيط، انزل. أتمنى لو أستطيع، لكن ليس بيدي. السمكة، أظن أن بإمكانك أن تصطادها. شكرا يا سريعة، إنها فكرة رائعة جدا. لقد فشلت ثانية، ولكن تذكروا يا أعزائي، إنني لن أستسلم أبدا.